بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل ما بدأناه من دروس في اللغة العربية، ندرس كأساسيات للغة. وصلنا إلى الجملة الاسمية. الجملة الاسمية عندنا الجملة في اللغة العربية نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية لها ركنان، المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية مخبر عنه، اسم حكمه الرفع مجرد عن العوامل اللفظية، يعني مثل كان وأخواتها وإن وأخواتها، هذه العوامل التي إذا دخلت على المبتدأ غيرت حكمه، وأيضا من الممكن أن تغير حكم الخبر. مخبر عنه يعني له خبر أتم الفائدة، ولذلك فالخبر هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع المبتدأ. الجزء الذي حصلت به الفائدة مع المبتدأ. وذلك نحو الصلح خير، هذه جملة اسمية. الصلح اسم ابتدأ به الجملة فهو مبتدأ، وحكمه الرفع. الصلح مجرد عن العوامل اللفظية، لم يسبقه كان وأخواتها أو إن وأخواتها أو ظن وأخواتها. خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. حينما قلنا الصلح أردنا أن نخبر عنه، ما الذي تمت به الفائدة؟ الفائدة في المعنى كلمة خير، ولذلك فالخبر هو الذي تحصل به الفائدة مع المبتدأ. وحكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان. أنواع الخبر: الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. مفردا ما ليس بجملة ولا شبه جملة. الخبر المفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة. نحو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد أتينا بالاسم وابتدأنا به، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. رسول خبر، أردنا أن نخبر عن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول، فرسول هنا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الجملة الخبر هنا مفرد، محمد رسول الله مفرد، ليس بجملة ولا شبه جملة. حتى لو قلنا مثلا الطلاب مجدون، الطلاب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ومجدون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والخبر هنا أيضا مفرد لأنه ليس بجملة، كلمة مجدون ليس بجملة ولا شبه جملة. الخبر الجملة ولا بد لها أو لو يشترط لها أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ. الخبر قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. خبر جملة اسمية نحو القرآن آياته محكمة. القرآن مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. آياته محكمة هذه جملة اسمية، يعني آيات القرآن محكمة، أخبر بها عن القرآن. ولذلك في هذه الجملة تعرب إعرابا تفصيليا، نقول آياته مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ومحكمة خبر المبتدأ الثاني لكلمة آيات. والجملة جملة آياته محكمة، هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. إذن الخبر هنا نوعه جملة اسمية، الخبر هنا نوعه جملة اسمية، وفيه رابط يعود على المبتدأ وهو ضمير الهاء. وقد يكون الخبر جملة فعلية نحو والله يقضي بالحق. والله يقضي بالحق، لفظ جال هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. الخبر جملة يقضي بالحق. يقضي فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يضع لفظ الجلالة، وبالحق جر ومجرور. هذه الجملة جملة يقضي بالحق، هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. وإذا الخبر قد يكون مفردا وهو ليس بجملة وشبه جملة،
وقد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية، وقد يكون الخبر شبه جملة. ما شبه الجملة؟ الظرف أو الجر والمجرور. الظرف أو الجر والمجرور، ويشترط فيهما أن يكونا تامين يتم بهما المعنى. يعني حينما أسأل مثلا أين الرجل، فقلت الرجل في المسجد، تمت الجملة. الرجل مبتدأ، أين الخبر؟ شبه الجملة في المسجد. أو قلت الرجل أمام المسجد، أين الخبر؟ أمام المسجد. هنا في المسجد جر ومجرور، أمام المسجد ظرف. قال تعالى والركب أسفل منكم. الركب هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أسفل هو ظرف منصوب ظرف، وهذا الظرف متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ. والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أسفل هذا ظرف، الظرف هنا متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ. الحمد لله، الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لله جر ومجرور، اللام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، والجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. إذن أنواع الخبر قد يكون مفردا وما ليس بجملة ولا شبه جملة، وقد يكون جملة، وهذه الجملة نوعان اسمية وفعلية، ويشترط في الجملة أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ. وقد يكون شبه جملة، وشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور. هذا بالنسبة لأركان الجملة الاسمية وأنواع الخبر. هل يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة؟ نقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن المبتدأ هو المحكوم عليه. يعني حينما أجيء مثلا بكلمة محمد وأحكم عليه بالنجاح فأقول ناجح، فلابد أن يكون محمدا، أن يكون محمدا، لابد أن يكون محمد معلوما، لأن المحكوم عليه لابد أن يكون معلوما ليكون الحكم مفيدا. فحينما أقول محمد الكل يعرف من هو محمد، فأخبر وأقول ناجح، حكمت عليه بإيه؟ بالنجاح. لذلك الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يبتدأ بالنكرة إلا إذا أفادت. ولا يبتدأ بالنكرة، يعني لا نأتي بالمبتدأ نكرة، إلا إذا أفادت، إلا إذا أفادت بأن كانت دالة على العموم أو الخصوص، كأن تكون هذه النكرة موصوفة، فقول تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد مؤمن، اللام هنا لام الابتداء، عبد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مؤمن نعت لعبد، النكرة المبتدأ هنا جاء نكرة كلمة عبد، ولكن الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا مجيئها موصوفة، كلمة مؤمن صفة لها أو نعت، ولذلك يجوز الابتداء بها في أي في مثل هذا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. إذا الذي المسوغ الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا مجيئها موصوفة، أو تكون النكرة مضافة، مثل خمس صلوات باليوم والليلة، خمس صلوات باليوم والليلة، خمس مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وهو نكرة، فما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ إضافتها، صلوات مضاف إليه، فهنا النكرة هنا موصوفة وهنا مضافة. أو أن يكون الخبر شبه جملة ومقدم على المبتدأ النكرة، نحو عندك رجل، رجل هنا مبتدأ مؤخر، رجل مبتدأ مؤخر، وعندك شبه جملة خبر مقدم، والذي سوغ مجيء المبتدأ النكرة هنا أن الخبر شبه جملة ظرف ومقدم على المبتدأ. قال تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، مزيد هنا خبر مبتدأ مؤخر،
ولدينا خبر مقدم، والذي سوغ للتاء بالنكره هنا مجيء الخبر شبه جمله وهو الظرف. وعلى ابصارهم غشاوه، غشاوه مبتدا مؤخر، غشاوه وهي نكره، هذه الكلمه نكره وجاءت مبتدا، الذي سوغ بذلك ان الخبر شبه جمله جار ومجرور. على ابصارهم وتقدم عليها. إذن إذا كان الخبر شبه جملة ظرف أو جر مجرور وتقدم على المبتدأ جاز أن يأتي المبتدأ نكرة. وأيضا من المسوغات إفادة النكرة للعموم. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل، هذه اللفظ أفاد العموم، ولذلك وقع مبتدأ. و الذي سوغ مجيء أو الابتداء بالنكرة هنا أنها أفادت العموم، أفادت العموم. إذن هناك مسوغات لمجيء المبتدأ نكرة، هذه المسوغات يعني أي في مجملها أنها تفيد، وذلك إذ بأن تدل على العموم أو تدل على الخصوص. كما قلنا المبتدأ والخبر حكمهما الرفع. قد تدخل على الجملة الاسمية نواسخ فتغير حكم المبتدأ والخبر. فما هذه النواسخ؟ ما معنى كلمة نواسخ؟ النواسخ ما ترفع حكم كل من المبتدأ والخبر، ترفع الحكم، الرفع. بعد أن كان المبتدأ مرفوعا أصبح منصوبا، بعد أن كان الخبر مرفوعا أصبح منصوبا، وبهذه الكيفية. ولذلك سموها بالنواسخ، تنسخ أي ترفع، ترفع حكم كل من المبتدأ والخبر. هذه النواسخ منها ما يرفع المبتدأ اسما له، ما يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبر له، يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهي أفعال: كان وأخواتها، كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، كان وأخواتها نحو، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. كان فعل ناقص نسخ مبني على الفتح، أبوهما اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وصالحا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. في غير القرآن نقول أبوهما صالح مبتدأ وخبر، دخلت كان فغيرت الأحكام فأصبحت كما في القرآن: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. وأيضا كان وأخواتها تعمل نفس العمل، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، ولكن خبر كاد وأخواتها لابد أن يكون هذا الخبر جملة، جملة فعلية فعلها مضارع، وذلك تكون في محل نصب خبر كاد وإحدى أخواتها. كل مثلا قال تعالى: يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء. زيت هنا اسم يكاد مرفوع مترفع الضمة. أين الخبر؟ جملة، الجملة الفعلية يضيء، يضيء هو جملة يضيء، هذه الجملة الفعلية التي فعلها مضارع هي خبر يكاد، ولذلك فهي في محل نصب خبر يكاد. إذن الأفعال التي ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، ولكن خبر كاد وأخواتها لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، جملة فعلية فعلها مضارع. النوع الثاني من النواسخ ما ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. ينصب المبتدأ اسما له وهي حروف إن وأخواتها، إن وأخواتها. إن الله غفور رحيم. عندما نقول الله غفور رحيم، الله لفظ الجلالة هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، غفور خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. إذا دخلت أي إن فأقول إن الله، أصبح اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح، غفور رحيم، وغفور خبر إن مرفوع. إذن ما ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له إن وأخواته وهي حروف. وأيضا لا النافية للجنس، لا النافية للجنس.
ولكن لأن فعل الجنس إذا كان اسمها مفردا وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. يعني لما نقول مثلا إيه، قال تعالى لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا هذه فعل الجنس، وظلم اسم لا مبني على الفتح. لماذا؟ لأن كلمة ظلم حينما تنصب تنصب بالفتحة، تنصب بالفتحة. لذلك لا ظلم اليوم. إذا كان اسمها، إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا، يعني ما ليس بجمل، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، في هذه الحالة يبنى على ما ينصب به. حينما أقول لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، رجل هنا اسم لا مبني على الفتح. يعني في النصب كنا نقول منصوب علامة نصبه الفتحة، لكن هنا كنا نقول إيه؟ مبني على الفتح، والبناء حركة واحدة، والبناء حركة واحدة، والبناء حركة واحدة. إذن ما ينصب مبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له إن وأخواتها ولا النافية للجنس. ما ينصب المبتدأ والخبر مفعولين ظن وأخواتها، ما ينصب المبتدأ والخبر مفعولين له ظن وأخواته يا أفعال. يعني حينما أقول ظننت أخاك مسافرا، ظننت أخاك مسافرا، ظننت أخاك مسافرا، في قبل دخول ظن أخوك مسافر. أخوك مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة، ومسافر خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. طيب إذا دخلت عليه ظن وحدة أخواته تقول ظننت أخوك أخاك مسافرا. أخاك مفعول أول منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الست، ومسافرا خبر مع مفعول ثاني لظن منصوب علامة نصبه أي الفتحة. إذن ما ينصب مفعولين، ما ينصب تبدأ الخبر مفعولين ظن وأخواتها. حينما نأتي مثلا بجملة نقول مثلا أبوك قادم، أبوك قادم، حينما نطبق عليها هذه النوسخ ونقول إذا أدخلنا عليها كان أو إحدى أخواتها نقول كان أبوك قادما بنصب الخبر. طب إذا أدخلنا إن نقول إن أباك بالنصب قادم. طيب إذا أدخلنا عليها ظن تقول إيه؟ ظننت أباك قادما بهذه الكيفية. إذن كان وأخواتها تنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب المبتدأ، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر مفعولين، وهكذا. إذن مراجعة سريعة، الجملة الاسمية لها ركنان المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم مرفوع مجرد عن عوامل لفظية مخبر عنه، والخبر هو الذي تتم به الفائدة، وهما مرفوعان. الخبر له أنواع، قد يكون مفردا وما ليس بجملة وشبه جملة، وقد يكون جملة اسمية أو فعلية، ولا بد في الجملة تقع خبرا أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، وقد يكون خبر شبه جملة وهو الظرف أو الجر والمجرور. المبتدأ الأصل في الابتدأ أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يبتدأ بالنكرة إلا إذا أفادت بأن دلت على العموم أو على الخصوص، بأن كانت موصوفة أو كانت مضافة أو كانت من ألفاظ العموم مثل كلمة كل، أو كانت النكرة، أو كان الخبر شبه جملة ظرف أو جر مجرور والمبتدأ نكرة. هناك نواسخ تدخل على الجملة الاسمية مبتدأ الخبر فتغير أي فتغير أحكامه. فعندنا مثلا هنا ما ينصب، ما يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له كان وأخواتها أو كاد وأخواتها وهي أفعال، ولكن خبر كاد لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. ما ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له وهي إن وأخواتها أو لا النافية للجنس، وهذه حروف. ما ينصب المبتدأ والخبر مفعولين له وهي ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. هذا بالنسبة
للجملة الاسمية وأنواع الخبر والنواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية، ونفصل بعض القول في بعض النواسخ. ولكن كان وأخواتها، كان وأخواتها أفعال، أفعال ناسخة ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. وهذه الأفعال منها ما يعمل بلا شرط، ومنها ما يعمل بشرط. الذي يعمل بشرط نوعان: ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه كالاستفهام، وما النوع الآخر ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. منها ما يعمل بلا شرط مثل كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس. هذه أفعال تعمل بلا شرط، نحو فأصبحوا نادمين. هذه أصبح فعل ناسخ اسمها واو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم أصبح. نادمين خبر أصبح منصوب علامة نصبه الياء، وذا أيضا نحو ظل وجهه مسودا. ظل هذا فعل ناسخ، وجه اسم ظل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء وجهه ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. مسودا خبر ظل منصوب علامة نصبه الفتح، وهكذا. وقد يكون الخبر جملة أو شبه جملة، يعني عندما نقول كان الإمام يقرأ القرآن، فهنا كان فعل ناسخ، الإمام اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الخبر هنا جملة يقرأ القرآن. نقول جملة في محل نصب خبر كان، الجملة في محل نصب خبر كان. يقرأ فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر هو يعود على الإمام، والقرآن مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. ومنها ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه مثل زال. ما زال الرجل مسافرا. هنا تقدم ما زال، وهذه الأفعال تفيد الاستمرار، والرجل اسم زال، اسم ما زال مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ومسافرا خبر ما زال. قال تعالى ولا يزالون مختلفين. تقدم على يزال
لا نفي، واسمها واو الجماعة، وخبرها كلمة مختلفين منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقال تعالى لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف نفي ينصب الفعل المضارع، نبرح فعل منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، ومن الأفعال الناسخة، تقدم على نبرح نفي، عليه جر ومجرور، عاكفين خبر نبرح، أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره نحن، لن نبرح نحن، اسمها ضمير مستتر تقديره نحن، وعاكفين خبر نبرح منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وما يعمل بشرط أن تقدم عليهما المصدرية الظرفية وهو دامة، فعل دامة. قال تعالى ما دمت حيا، ما دمت حيا، هذه دامة فعل ناسخ، تقدمت عليها ما المصدرية الظرفية، تقدمت عليها ما المصدرية الظرفية، والتاء هنا التاء ضمير مبني في محل رفع اسم دامة، وحيا خبر دامة منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن هذا بالنسبة اللي كان وأخواتها، منها ما لا يعمل بلا شرط، ومنها يعمل بشرط. ما يعمل بشرط أن يتقدم نوعان، ما يتقدم على نفي أو شبهه، وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهي دامة. هذا بالنسبة لكان وأخواتها. بالنسبة وهي كلها أفعال، إن وأخواتها، وهي حروف، تنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها، بشرط ألا تتصل بما الزائدة التي تكفها عن العمل، إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال إذا اتصلت بها. إن وأخواتها هي إن بكسر الهمزة، أن بفتح الهمزة، كأن، لكن، ليت، لعل. هذه الأحرف تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها. أقول مثلا جملة المصلون خاشعون، إذا أدخلنا عليها إن نقول إن المصلين خاشعون، إن حرف ناسخ يفيد التأكيد، المصلين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، خاشعون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن إن إذا دخلت على الجملة الاسمية تنصب المبتدأ اسما له وترفع الخبر خبرا لها، نقول إن المصلين خاشعون،
إن المصلين خاشعون ونحو ولكن عذاب الله شديد. لكن هذه من أخوات إن وأخوات من أخوات إن عذاب اسم لكن منصوب علامة نصبه الفتحة والله مضاف إليه لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر شديد خبر لكن مرفوع علامة رفعه الضمة. إذا دخلت لكن على الجملة الاسمية فنصبت المبتدا اسما لها ورفعت الخبر خبرا لها ونحو لعل الساعة قريب. هذه لعل لعل حرف ناسخ يفيد الترجي والساعة اسم لعل منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة وقريب خبر لعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهكذا. إذن إن وأخواتها حروف هذه الحروف إذا دخلت على الجملة الاسمية نصبت المبتدأ اسما لها ورفعت الخبر خبرا لها. إن وأن يفيدان التأكيد كأن تفيد التشبيه لكن تفيد الاستدراك ليت تفيد التمني لعل تفيد الترجي. وأيضا خبر إن وأخواتها قد يكون جملة أو شبه جملة يعني عندما أقول إن أباك في المسجد إن حرف نسخ يفيد التأكيد أباك اسم إن منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. الخبر هنا شبه جملة في المسجد متعلق بمحذوف خبر إن. هذا بالنسبة لإن وأخواتها. إذا اتصلت إن بما الزائدة التي كفتها عن العمل أصبحت مهملة وأزالت اختصاصها يعني اختصاصها يعني دخولها على الجملة الاسمية يعني ممكن إذا اتصلت بها ما تدخل على الجملة الفعلية تدخل على الجملة تدخل على الأفعال إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال. يعني إحنا ما نقول مثلا ليتما محمد حاضر ليتما محمد حاضر أصبحت هنا مهملة فنقول محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وحاضر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ويجوز أيضا أن نقول ليتما محمدا حاضر بإعمالها فمحمدا اسم ليت وحاضر خبر ليت. أما إن وأخواتها عدا ليت فتهمل جميعا يعني يجب إهمالها ويزال اختصاصها يعني بمعنى تدخل على الأفعال. إحنا مثلا إذا اتصلت بما نحو قل إنما يوحى. هنا إن دخلت عليها ما فكفتها عن العمل فدخلت على الفعل يوحى. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فحينما دخلت ما على إن كفتها عن العمل وأزالت اختصاصها فدخلت على الفعل إنما يوحى إلي أنما دخلت ما على أن فأصبح ما بعدها مبتدأ وخبر إلهكم مبتدأ إله خبر واحد. إذن إذا دخلت ما على إن أو إحدى أخواتها فإن في هذه الحالة تكف عن العمل يصبح ما بعدها مبتدأ وخبرا ولذلك وقد وتزيل اختصاصها بمعنى أنها تدخل على الفعل. هذا بالنسبة لإن وأخواتها إلا ليت فيجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال يعني اضطر العمل. بالنسبة لإن وأخواتها
نجد مرة إن بكسر الهمزة ونجد أخرى أن بفتح الهمزة. متى يجب كسر همزة إن ومتى يجب فتح همزة إن؟ يجب فتح همزة إن إذا في كل موضع تؤول هي وما بعدها بمصدر يعرب حسب موقعه في الإعراب في الجملة. يبقى تفتح الهمزة نقول أن في كل موضع تؤول هي وما بعدها بمصدر، هذا المصدر يعرب حسب موقعه في الجملة. أما وجوب الكسر فتكسر في كل موضع لا يجوز أن تؤول هي وما بعدها بمصدر، في هذه الحالة يجب كسر همزة إن. مثال لفتح همزة وجوب فتح همزة إن مثلا قول تعالى مثلا ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون أنكم بفتح الهمزة أشركتم، فهنا تم فتح الهمزة أو فتحت الهمزة هنا، وذلك لأنها تؤول هي وما بعدها بمصدر، هذا المصدر له موقف إعراب، تخافون فعل وفاعل، أين المفعول به؟ أن وما بعدها في تأويل المصدر هي المفعول به، والتقدير ولا تخافون إشراككم، إذا أن بفتح الهمزة إذا جاءت في موضع وأولت هي وما بعدها بمصدر وهذا المصدر له إعراب في الجملة، في هذه الحالة يجب فتح الهمزة، في هذه الحالة يجب فتح الهمزة. وأيضا مثل قوله تعالى قل أوحي إلي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه بفتح الهمزة، أوحي هذا فعل مبني للمفعول لما لم يسمى فاعلا، أنه استمع نفر من الجن يعني قل أوحي إلي استماع أن وما بعدها، يعني همزة أن مفتوحة، أن وما بعدها في تأويل مصدر وقع نائبا عن الفاعل في هذه الآية. إذن يجب فتح همزة إن، نقول أن في كل موضع تؤول هي وما بعدها بمصدر يعرب حسب موقعه في الجملة، ويجب كسر همزة إن في كل موضع لا يجوز أن تؤول هي وما بعدها بمصدر، وذلك أن تكون في ابتداء الكلام مثل قول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر في ابتداء الكلام، أو تقع محكية بالقول وقال الله إني معكم، أو تقع في جواب القسم ولم يذكر الفعل فعل القسم مثل قول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ومواضع أخرى إذا لم تؤول فيها بمصدر، إذا لم تؤول فيها بمصدر يعرب حسب موقعه في الجملة، في هذه الحالة يجب كسر همزة إن. أما الفتح في كل موضع تؤول في وما بعدها بمصدر يعرب حسب موقعه في الإعراب. هذا بالنسبة لإن وأخواتها. لا النافية للجنس وتعمل بشروط، ولا بد أن تفيد نفي الجنس، واسمها له أحوال. أولا بالنسبة لإعراب اسمها إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، مفردا وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف،
ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وفي هذه الحالة حكمه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. يعني مثلا لما نقول إذا كان مفردا يبنى على الفتح، وإذا كان جمع تكسير يبنى على الفتح. نحو لا رجل في البيت، رجل هنا اسم لا، أن فعل الجنس مبني على الفتح لأن حركة نصبه الفتحة. أي لو مثنى أو جمع، قل لا طالبين مقصران. هنا طالبين، كلمة طالبين اسم لا مبني على الياء لأنه مثنى، ومقصران خبر لا مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. قلنا إذا كان مفردا يعني ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يبنى على ما ينصب به، إذا كان ينصب بالفتحة يبنى على الفتح، وإذا كان ينصب بالياء يبنى على الياء. إذا كان مضافا أو إذا كان شبيها بالمضاف يكون حكمه النصب، حكمه النصب. أقول لا طالب علم مهمل. طالب اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه مضاف، وعلم مضاف إليه مجر علامة جره الكسرة، ومهمل خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى إذا كان اسم لا مضافا فحكمه النصب، لا طالب علم مهمل. طالب اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة وعلم مضاف إليه ومهمل خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة، أو شبيها بالمضاف أيضا يكون منصوبا. حينما نقول لا محمودا خلقه مقصر، كلمة محمود خلقه، محمود محمودا هنا اسم مفعول وهو شبيه بالمضاف. لماذا؟ لأنه اتصل به أو أتى بعده ما يتمم معناه. ما المحمود فيه؟ خلقه. فمحمودا هنا اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه شبيه بالمضاف، وكلمة مقصر خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن لا أن فعل الجنس إعراب اسمها، إعراب اسمها قد يكون مفردا وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وقد يكون مضافا وقد يكون شبيها بالمضاف. إذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، فإذا كان ينصب بالفتحة يبنى على الفتح، وإذا كان ينصب بالياء يبنى على الياء. أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فحكمه النصب، لا طالب علم مهمل. فطالب هنا اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة. هذا بالنسبة للياء النافية الجنس، ولها شروط فهي تلحق، فهي شبيهة بإن وأخواتها وتعمل عملها. هذا بالنسبة للا النافية الجنس. إذن النواسخ أفعال كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها، حروف إن وأخواتها ولا النافية للجنس. قلنا كان وأخواتها أفعال ناسخة ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، وكاد وأخواتها أيضا أفعال ترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع في محل نصب بها. بالنسبة للحروف إن وأخواتها هذه أحرف ناسخة تدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدأ اسما لها لا النافية للجنس، أي اسمها له
أحوال في إعرابه. إذا كان مفردا ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف يبنى على ما ينصب به، أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. ظن وأخواته أفعال ناسخة، تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها، تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها، وهي ظن، حسب، زعم، خال، وجد، علم، رأى، ألف، جعل، ومنها ما يفعل القلوب ومنها أفعال تصير حسب المعنى، وأفعال القلوب منها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد الرجحان. يعني بعض الأمثلة، قال تعالى إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، وجد فعل ناسخ، المفعول الأول ضمير الهاء، ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، وصابرا مفعول ثاني، إذن هذا الفعل نصب مفعولين، ضمير الهاء مفعول أول وصابرا مفعول ثاني. وأيضا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعل هذا فعل نسخ ينصب مفعولين، الملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني، مفعول ثاني. يبقى هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية فتنصب مبتدأ والخبر مفعولين لها. وأيضا مثل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، جعل هذا فعل ناسخ ينصب مفعولين، المفعول الأول هنا جعلناه الهاء، والمفعول الثاني هباء. حينما أقول ظننت الطريق ممهدا، ظننت الطريق ممهدا، هذه ظن فعل ناسخ ينصب مفعولين، الطريقة مفعول أول وممهدا مفعول ثاني. قبل دخول ظن كان المثال الطريق ممهد، الطريق مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وممهد خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. فحينما دخلت عليه ظن نصبت المبتدأ مفعول أو مفعولا أولا ونصبت الخبر مفعولا ثانيا. هذا بالنسبة لظن وأخواتها. إذن كما قلنا الجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وحكمهما أنهما مرفوعان، يدخل على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ والخبر يدخل عليها نواسخ، هذه النواسخ تغير حكم المبتدأ وتغير حكم الخبر. فمثلا منها ما يغير حكم الخبر بالنصب مثل كان وأخواتها، ومنها ما يغير حكم المبتدأ بالنصب ومثل كان مثل إن وأخواتها، ومنها ما يغير حكم كل من المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها. وكما قلنا هذه نواسخ، منها ما هو في أفعال ومنها ما هو حروف. الأفعال كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها، الحروف إن وأخواتها ولا النافية للجنس. هذا بالنسبة للجملة الإسمية وبالنسبة للنواسخ التي تدخل عليها.